أولا أنا فرحان بزاف بهذه المشاركة، المشاركة الثانية في مهرجان الموازين. يعني المشاركة الأولى طلعت مع الأستاذ صابر الرباعي اللي شرفني أنني نطلع معه ونغني معه. هذا اليوم سهرة خاصة ديالي، أكيد فرحان بزاف لأنه غنغني وقت طويل وغنغني بجمعة من الأغاني ديالي وغيكون جمهور ديالي حاضر، ففرحان بزاف. وأكيد يشرفني نغني مع الزميلات اللي معايا في نفس الجروب، وعندنا مدير عمل واحد، فحتى هما كنتمنى لهم كل التوفيق وكل نجاح يا ربي، وإن شاء الله تدوز سهرة زوينة إن شاء الله. وأحيانا ما يخص دفاع خص تحتفظ بالرأي راسك، لأن اليوم الفنان ما يقدرش يقول أي حاجة في قلبه. ومريم سعيد بالعكس يعني غزالة تبارك الله، وكنتمنى لها كل السعادة. يعني أنا كنشوف شي حاجة زوينة كنقولها.